السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: ما هي مساكن أهل الجنة؟ مساكن أهل الجنة إنها متنوعة، ليست على درجة واحدة، منها القصور ومنها الغرف ومنها البيوت ومنها الخيام. هذه المساكن يعيش بداخلها المؤمنين أثناء حياتهم في الجنة، أعدت للمؤمنين والمؤمنات، إنها مساكن طيبة حسنة العيش فيها، ولهم فيها ما يشاءون وما يشتهون، وفي أمن وطمأنينة. مساكن الجنة قد تكون: واحد، مساكن قصور، إنها قصور مرتفعة شامخة من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرج الأخضر، يفيح طيبها، وبداخلها حور العين والولدان، والولدان هم خلق من خلق الجنة كالحور العين، أنشأهم الله لخدمة أهل الجنة. اثنين، مساكن الغرف في الجنة. الغرفة إنها بناء مرتفع في الجنة، أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب المتلألئ في السماء في حسنه وبهائه، وكأنها الغرفة ياقوتة حمراء. ومن جمال الغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، إنها غرف مبنية بذهب وفضة ومطلية بالمسك الطيب الرائحة. الغرفة إنها من نصيب أهل الجنة، ومن صفاتها تجري من تحتها الأنهار، ومن نصيب الذين آمنوا وصبروا، ولمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثلاث، مساكن البيوت. البيت هو عبارة عن قصر في الجنة، ولتبني لك بيت في الجنة عليك أن تفعل أحد هذه الأشياء: واحد، بناء مسجد، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. اثنين، من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ثلاث، المواظبة على صلاة السنن، فمن صلى في اليوم والليلة 12 ركعة، الغير فريضة وهي السنن، ركعتين قبل صلاة الصبح، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الفرض، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. 4، مساكن الخيام. إنها خيام حسان عجيبة من اللؤلؤ البهي. الخيمة إنها لؤلؤة واحدة مجوفة ورائحتها المسك، وبداخل الخيمة الحور العين الحسان، إنهن كاملات الأوصاف، جميلات كاللؤلؤ الأبيض الصافي. هذه الخيام تكون منصوبة في ساحات الجنات، طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. حور العين لا يخرجن من الخيام ولا ينظرن لغير أزواجهن.